بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام، محبي الخط العربي، أسعد الله أوقاتكم. معانا النهاردة الآية العظيمة: سلام قولا من رب رحيم. نشوف مع بعض. تسنين بتاع السين، طبعا احنا في الرسم العثماني ما بنعملش الألف الوسطية، بنعمل عوضا عنها بالواحد. الواحد ده هو عوضا عن الألف الوسطية. سلام تنوين بالضمة، القاف لها رقبة كده اهو، ونوزن النقط بتاعتنا عشان تدي شكل جمالي. خد بالك من لام ألف، سلام قولا، من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. نكتب كتير أعزائي الكرام ونتدرب من المصحف، تبقى المرجعية بتاعتنا المصحف الشريف. نكتب على قد ما نقدر، كل ما نكتب ونحاكي ونجلد الله سبحانه وتعالى هيعطينا ويكرمنا، وخطوطنا هتبقى أفضل وأجمل. ولا تنسونا بدعم القناة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.